الرحمن الرحيم. ده يا جماعة مقبرة بتاعت مريد باشا. قبر مريد باشا موجود داخل الحديقة بتاعت المتحف المصري، وفي حوالين منه زي ما احنا شايفين كده عدة تماثيل، وانا 17 تمثال تحديدا، ودول علماء الآثار. مريد باشا كتب وصية قبل ما يموت انه عايز يدفن في اي حرم متحف او اي مكان اثري من كتر حبه في الاثار. تم دفنه هنا في تم دفنه اولا في متحف بولايا الاول بعد وفاته. حصل فيضان للنيل سنة 1878، بعد كده حطوا التابوت في متحف بولاق، بعد كده التابوت انتقل تاني للجيزة، كان في متحف في الجيزة. لما تم نقل الآثار المصرية، لما الفيضان دخل على متحف بولاق اتنقلت للجيزة، واتنقل معاه التابوت بتاع مريد باشا، وبعد كده اتنقل للمتحف المصري اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو كوبري قصر اللي على قصر النيل. تمام. التابوت اتنقل هنا 1904، المتحف هنا 1901. طبعا حوالين التمثال زي ما احنا شايفين كده عدة مجموعة تماثيل من علماء الآثار، زي مثلا على سبيل المثال شامبليون وبازيلي وسليم حسن. كل واحد من العلماء دول ليه قصة كبيرة جدا في المساهمة في مجال الآثار المصرية، وده يعتبر تكريم ليهم بوجودهم هنا في المتحف المصري. مريد باشا اسمه مريد توجست مريد، ده أول مدير لمصلحة الآثار المصرية. اتولد سنة 1821 ومات سنة 1881، وكان عند وفاته كان عنده 60 سنة. الشارع اللي احنا فيه اللي هو حوالين المتحف المصري ده سمي شارع مريد. جه مصر مريد سنة 1850، وكان جاي موفد من الحكومة الفرنسية للبحث عن بعض الآثار والمخطوطات. راح لمصر القديمة عند مجمع الأديان، ودخل الكنائس اللي موجودة هناك، كان عايز ياخد مخطوطات أثرية دينية موجودة داخل المكان. طبعا تم طرده. وصل اسكندرية، راح قابل واحد من أصدقائه. الشخص اللي من أصدقائه ده مشهور جدا وسميت مكان في اسكندرية باسمه، اللي هو حي زيزينيا. زيزينيا ده كان موجود في اسكندرية، راح له مريد باشا، وجد عنده قطعة أثرية عبارة عن رأس إنسان وجسم أسد. القطع دي مريد باشا كان أرى، كان مثقف جدا، كان قاري إن عندما توجد هذه القطع يوجد مقبرة لعجل أبيس. فسأل مريد باشا جبت القطع دي منين؟ قال له جبتها من دكتور في القاهرة. نزل مريد باشا للدكتور في القاهرة، قال له جبتها منين؟ قال له لقيتها في المكان الفلاني في سقارة، قال له تعالى وريني. مع ضربة أول فاس كان أول اكتشاف للمقبرة من مريد باشا، وبدأ طبعا نجمه يعني. تمام. عايز أقول كمان إن مريد باشا كان في عصر الخديوي إسماعيل، كان بيساعده، وكان طبعا متحف البشوية أو المتحف اللي كان موجود في وقتها كان بيضم قطع من الآثار المصرية اللي أعجب بيها جدا جدا مريد باشا. مريد باشا لما أخذ البشوية واتنفى الخديوي إسماعيل، مريد باشا مرض وتعب تعب شديد جدا، وفضل معتكف في المتحف بتاع بولاق. كان مشهور وقتها ان ليه 3 أصدقاء، كلب وقرد وغزالة. واشوفكم في فيديو تاني.